موجز الأخبار من قناة ليبيا الحدث في بنغازي، أهلا بكم. أكدت إدارة التوجيه المعنوي في بيان أصدرته بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الوطني على أن المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر مستمرة في بناء جيش قوي وعصري متطور تحقق مبغاة الليبيين في حماية تراب هذا الوطن الزاخر بالثروات وحفظ حقوقهم فيه. ووجهت إدارة التوجيه المعنوي التحية إلى أبناء المؤسسة العسكرية في هذه الذكرى التي يحتفل فيها الليبيون بالتاريخ المشرف لأجدادهم. وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيل الصالح إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحل الأزمة الليبية، فيما أكدت مصادر صحفية مصرية أن الزيارة تشمل لقائه بعدد من المسؤولين المصريين وكذلك السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، ومن المرجح لقاءه بالسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، حيث سيبحث وفق بعض المصادر إعادة هيكلة المجلس الرئاسي والتأكيد على إعلان القاهرة وما يحتويه من ثوابت من تفكيك الميليشيات ودعم الجيش في محاربة الإرهاب وإخراج المرتزقة والإرهابيين ورحيل الغزاة الأتراك. أكدت مصادر مطلعة فرار 20 مرتزقا سوريا وإرهابيا من أحد معسكرات الميليشيات صبرات غربي البلاد، وأضافت المصادر أن الإرهابيين والمرتزقة السوريين الموالين لنظام أردوغان هربوا على متن أحد قوارب الهجرة الغير شرعية انطلاقا من مدينة زوارة، ومن المرجح أنهم متجهين إلى أوروبا، وقد دفع لكل مرتزق لمهربي البشر 1500 دولار مقابل تهريبهم من أحد معسكرات صبراتة وتوفير قارب الهجرة لهم. استنكر السفير الروسي لدى مصر استمرار النظام التركي في إرسال متطرفين ونقلهم إلى ليبيا، منددا على ما سيترتب عليه ذلك من تهديد للأمن المصري والروسي. وفي تصريحات تلفزيونية شدد على ضرورة إخراج هؤلاء المرتزقة من الأراضي الليبية، منوها على إمكانية البدء في إيجاد حل فعلي للأزمة في ظل محاولة حل الأمور دون اللجوء إلى الخيار العسكري. كما أوضح السفير الروسي أن عملية وقف إطلاق النار في ليبيا لا بد أن تنفذ من دون أي مخالفات، لافتا إلى وجود تنسيق دائم ومشترك بين مصر وروسيا لمتابعة مستجدات الوضع الأمني في ليبيا. رحبت لجنة الخارجية بمجلس النواب بفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على شبكة من مهربي الوقود والمخدرات في ليبيا. وأكد رئيس اللجنة يوسف العجوري في بيان له على ضرورة مكافحة التهريب بجميع أنواعه باعتباره أحد وسائل تمويل المجموعات المسلحة والإرهابية، ويساهم في عدم الاستقرار والصراع في ليبيا، ويتسبب في هدر الموارد وحرمان الشعب الليبي من الموارد الاقتصادية للبلاد. وللمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر على موقع القناة الرسمية ليبيا الحدث .net. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.